كابتن مجدي هنا مفيش وسيلة اتصال مباشرة، معقولة؟ أنا من الكلام ده كده أنا شايف مفيش وسيلة اتصال مباشرة بين اتحاد الكرة والكابتن محمد صلاح، أمال الراجل بيقول بيتكلموه إزاي؟ يا سيدي الفاضل، الراجل بيقول لك ما ينفعش تكلم اللعيب مباشرة، انت وكيله، كلم وكيله. طب يعني معنى كده يا محمد انت موافق على ان انت بقى يبقى انت اللي بتقول ان اتحاد الكرة يقدم استقالته؟ ليه؟ ازاي انت لعيب وتقول ان اتحاد الكرة يقدم استقالته؟ انت رايك ايه في الكلام ده يا استاذ وائل؟ انت رايك ايه؟ لا، هو في العلاقة بين اللاعب والاتحاد، لا يعني هنا في ال ال هو احنا بنتفق مع عايزين اللعيب نمضي معاه عقد، ده جاي يمثل بلده، ازاي ما تبقاش العلاقه بيني وبينه مباشره؟ يعني ما ازاي يعني يعني؟ ما فيش علاقة مباشرة بيها. انا شايف ان محمد خانه التوفيق في بعض الكلام اللي قاله، وشايف ان محمد واضح انه ما يعرفش الايميلات فيها ايه. اما يقول لك وبعدين احنا ما جبناش سيره كولومبي، يا رب يبقى كولومبي ولا هندي ولا طلياني ولا امريكاني، احنا ما يهمش، بس هو بيقول لك ما تتعاملش مع الوكيل بتاعه لانه طرف ثالث، يعني هو يا طرف سيدي ثاني، الفاضل يعني يعني هو معنى انا. ده انا لو اتعاملت، ده انا كويس ان انا بقول طرف ثالث، لان انا لو اتعاملت على انه طرف ثاني يبقى في واقفه مع محمد انه بيقول لاعضاء مجلس اداره الاتحاد ورئيس الاتحاد عضو مجلس اداره الفيفا استقيل ومديك فرصه 5 ايام. الله، ده ولا اللي خاطف حد من عندنا ومدينا مهله لحد ما يرجعه لنا. لا ده برضه ده مش كلام، لا مش كلام منطقي يعني، وما يطلعش محمد صلاح ابن البلد وابن الريف. فانتوا عشان كده فضلتم استخدام تعبير الطرف الثالث حتى لا يتم تحميل صلاح هذا الكلام يعني. احنا مش عايزين نحمله اي حاجه، يوم هو محمد طالع يقول انتوا بتقولوا ليه عليه طرف ثالث؟ لا يعني معنى كده انت اللي قايل يا محمد، ده لو لعيب كرة بيتحكم، ده بيليه ما تحكمش في اتحاد البرازيل. الله، مارادونا ما تحكمش في اتحاد الارجنتيني، بس ميسي ما بيتحكمش. ميسي متهم باختيار واستبعاد لاعبين واختيار المدرب، يا وعشان ريس ده كده موضوع، طب ما هو محمد صلاح برضو عنده لعيبه بيحبها ولعيبه بيرتاح لها، بيقعد مع المدير الفني ممكن يجيبهم، ما هو في اختيارات وفي كواليس الناس مش عارفاها برضو. يعني يمكن انه يقول انا اللاعب ده كويس، اه انا ليه عايز. لا، يقول لك انا برتاح مع ده وبصفته نجم الفريق وبصفته انه واحد من اهم اللعيبه. انا نفسي كان مايكل سميث مدرب منتخب مصر سنه 86 بطوله افريقيا كان بيقعد معايا تقول لي تلعب ايه وعايز تلعب في انهي مركز وتلعب جنب مين. لكن في النهاية ما بتحددش انت. لا، ما بياخد مني الاسماء ممكن هو يجيبها عشان يريحني بصفتي لعيب مهم عنده. بما يخدم مصلحة الفريق. ما ايوه، بما يخدم مصلحه الفريق طبعا، طبعا بما يخدم مصلحه الفريق. ما لا، هو بس الدليل انا فهمت من كلامك ده يا كابتن مجدي ان صلاح يفرض لاعبين على المدير الفني. لا يا سيدي الفضل، انا بقول لك ماما، انا بقول لك ممكن يكون هناك. انت بتقول لي ميسي، انت بتقارن بميسي، انت وائل بتحب تلعبني وانا ما مصحصح لك. لا. انت بتقول لي ميسي، ما هو انا بس بقول خلي لك بالك، ليه لا، وبقول لك ممكن محمد صلاح يتخذ رايه، بقول لك ممكن. انا ما قعدتش خالص ولا محاضره عمري في حياتي ما قعدت محاضره لمنتخب مصر اسمع بيتكلموا فيها فنيا في ايه، لان احنا دخلنا الاتحاد وكان المنتخب ماشي وما كناش عايزين نعمل اي بلبله، واخد بالك؟ فانا ما اعرفش ايه اللي كان بيتقال ولا ايه اللي بينهم، ولا انا كنت وحتى ما طلعتش رئيس بعثه المنتخب مصر الاول من ساعه ما دخلت الاتحاد لحد دلوقتي. طب قول فانا لي يا بقول لك كابتن مجدي، دلوقتي الكلام اللي قاله محمد صلاح ده كان في تقرير هيصدر عن تقييم أداء البعثة بالكامل وعن الأخطاء اللي تم الوقوع فيها وعن المخالفات التي حدثت وتحدث مساءلة، اختفى هذا التقرير و مين اللي هيطلع التقرير ده؟ مين اللي هيطلع التقرير؟ مين؟ مين؟ ما انا ما اعرفش مين اللي المدير هيطلع. الإداري واتحاد الكرة كمان. المدير الإداري عمل تقريره ولا مذكر أي أخطاء، قال لك إن في بعض التجاوزات من بعض اللاعبين اللي عملت كذا وما كانش وتم التنبيه عليهم وخلاص والتزموا. المدير الإداري كتب تقرير عادي جدا
المدير الفني اللي مشي كتب تقرير عادي جدا وان احنا عملنا كذا وان منتخب مصر حقق نجاحات وان 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 والحمد لله وصلنا وبتاع وخلاص واحد ماشي. الكلام اللي بيقوله محمد صلاح ده بقى الجانب اللي بعيد عن وكيله خال. لا كلام معناه يا كابتن مجدي ان كان في فشل اداري تام يا في اداره البعثه في كاس العالم. انت لم تكن مسؤولا ازاي كمسؤول ده ما نطلعش نقوله لا على التلفزيون ولا نبعته في ايميل ولا انت محمد صلاح عمال يقول لك مش انا وبعدين يغلط شويه يقول لك انا بس لا ده مش انا ده اللعيبه. انت الايميلات عندك فيها لعيبه؟ لا انا بكلمك خلاص سيبنا من رامي عباس. ايوه طيب ما انا بقول لك اهو ما انا بقول فكره ان اللاعبين ما كانوش مركزين بسبب انه ما فيش الاول عندك انت طياره كلها بيزنس عشان نركب اللعيبه فيها. بس هو بيقول لك المنتخبات الافريقيه بتطلع كلها في البيزنس طيارات يعني. بيزنس نعم المنتخبات الافريقيه في طيارات بيزنس لان اللاعب لما بيكون مرتاح يعني انت لو عديت كده كام مقعد في البيزنس يا كابتن مجدي ما حقيقي